مكملين معكم بصباحنا غير لليوم، وحكينا ضمن مساحتنا الأولى عن الفائدة الروحانية بشهر رمضان لأجسامنا ولأرواحنا، وكمان اليوم الجسم له حق علينا. 12 شهر بيمرقوا علينا، رمضان بيكون هو الشهر الوحيد اللي بندخل فيه عادات غذائية جديدة، يعني 11 شهر من النظام العادي، الأكل الشرب المتاح بأي لحظة، بنيجي على وقت الصيام فندخل نحن هون بنظام غذائي ممكن يكون له تأثير، هلا الأكثر إيجابي أكيد حيكون، ولكن بعض الأشخاص ممكن يعانوا من بعض التأثيرات السلبية. صحيح رشا، ودائما الجميع يردد هذه العبارة أنه صوموا تصحوا، ولكن نتيجة مو تسمنوا لكن نتيجة الأغذية اللي عم نتناولها بتكون، والمشروبات والعادات الصحية الغذائية، وأحيانا كمان كثير بيكون رشا تطبيق، يعني الناس بتقلك أنه أوكي صيام وبدي طبق يعني نظام غذائي ريجيم، هون عم تقلنا غزل فورا اكيد الكل عم يجي لعندك عشان هذا الموضوع، فبتلاقيه عم يطبقوه بطريقه غلط. لاحكي اكثر عن شهر رمضان والفائده بالموضوع الجسم، قد ايه اليوم هو مهم لاجسامنا، شو هو النظام الغذائي الصح، ونحن كيف قادرين نعود جسمنا قبل الشهر بعده ايام، المفروض هاي الخطوه كثير مهمه. حنحكي بنقاط كثير مع ضيفتنا لليوم خبيره التغذيه غزل حلاق. يسعد صباحك غزل، كيف رمضان كريم. ليش لابسه مثلي اول شيء؟ ايه شايفتنا قلت مبارح الوان الربيع. صباح الخير. صباح رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم، وان شاء الله شهر مليء بالخير والصحه على الجميع يا رب. ان شاء الله يا رب. مثل ما دائما يعني طولة شهر رمضان الكريم بنقول انه الصيام بفيد الجسم وهو بينظف الجسم، ويمكن كثير اشخاص بينطروا هذا الشهر، اضافه للفوائد الروحانيه والدينيه والاخلاقيه ايضا الصحيه على الجسم. مزبوط. خلينا نحكي اثر الصيام بحال طبق بشكل صحيح، كيف بيعود بشكل ايجابي على اجسامنا؟ تمام. هلا نحن برمضان بنصوم تقريبا بحدود ال 14 ساعه، وممكن بمناطق ثانيه يكون اكثر من 14 ساعه ل 16 ساعه. الصيام هو عباره عن انه نخفض مستويات سكر الدم، نحن عم ننقطع عن الطعام بشكل ساعات طويله، واللي هو الطعام هو مصدر الطاقه للجسم. نحن وقت بنوقف اكل فبتوجه الجسم مباشره بعد ما تخلص مخازن السكر كامله بالجسم، بتوجه لمخازن الدهون لحتى يعطي طاقة للجسم، وبالتالي نحن بعد فترة معينة من الصيام، يعني بعد وجبة السحور تقريبا بأربع ساعات، بيكون خلصت الطاقة اللي أخذناها تقريبا من وجبة السحور. نعم. فبيلجأ لمخازن السكر الأخرى، بعد ما يخلص من مخازن السكر الثانية بيلجأ لمخازن الدهون. لهيك الصيام هو يعني فرصة كتير كبيرة وفرصة كتير مهمة، إذا طبقنا مثل ما حكينا الإفطار وكسر الصيام بطريقة صحية، أني أنا أتخلص من الدهون المتراكمة بالجسم بطريقة كتير صحية. طب غزل، في كتير أشخاص بيكونوا صايمين وبتكون وجبة الإفطار عندهم هي لكل ما تشتهي الأنفس يعني، فبيروحوا للأكلات المقلية، بيروحوا للأكلات الدسمة، وهذا كمان له تأثير سلبي أكيد على الجسم. اليوم شو هي البدائل الصحية والغذائية بنفس الوقت؟ تمام. هلأ المواعيد الرمضانية هي مواعيد مثل ما حكيتي بتحوي على أشهى الأطباق، فيها أنواع مقبلات كتير كبيرة، بيكون في كذا طبق كمان رئيسي، فهدول الأطباق من نحاول أنه نستمتع فيهم، بس نحاول انه نستبدلهم باشياء صحيه كمان. هلا الماكولات المقليه ممكن نستبدلها باشياء مشويه، يعني حتى السمبوسك او البرك ممكن بدل ما نقليها ناخذها بطريقه مشويه، ممكن بدل ما ناخذ المشروبات الرمضانيه مع الافطار ناخذها بعد الافطار بساعتين، كمان بالاضافه انه نحاول الطبخ يكون بشكل كثير صحي، ما يكون عندنا لنفرض الدجاج او اللحمه او الخضار مقليه، نحاول انه ناخذ الطريقه الاكثر صحه المطبوخة أو المشوية بالفرن، بالإضافة أنه لازم تكون الوجبة مو من المأكولات السريعة، لأنه هي عبارة عن مأكولات غنية جدا بالدهون وغنية جدا بالزيوت وحتى بالسكريات، فبالتالي نحن بنكون عم نشبع بفترة صغيرة وسريعة جدا، بس عم نرجع نجوع مباشرة بعد الإفطار. طيب كثير بنسمع خلال شهر رمضان الكريم عن موضوع نظام الوجبه الواحده، يعني اشخاص بدهم يتخلصوا من وزنهم فبيقول لك وجبه واحده سحور او افطار. فشو رايك بهذا الموضوع غذائيا؟ هو صراحه اسوء شيء انه نحن نلغي وجبه السحور بشهر رمضان، نحن في عندنا هي الفتره بس اللي قادرين انه ناكل فيها. وجبه السحور هي وجبه كثير ضروريه، هي اللي عم تمدنا بالطاقه خلال اليوم بالصيام، هي اللي عم تزيد الشبع عندنا وحتى عم تخفف العطش خلال
خلال فترة الصيام خلال النهار، فأنا وقتها بلغيها جسمي رح يلجأ مثل ما حكينا أول شيء للسكر، بس ما عاد يلجأ للدهون ليكسرها، بيروح بيلجأ للعضلات بيخسر مي بكمية كتير كبيرة. فنحن بنطلع بعد شهر رمضان ممكن يكون زايد وزننا، وممكن كمان الأمراض إذا نحن في عنا مشاكل صحية تكون تفاقمت بدال ما نحلها بالصيام، لأنه كتير شهر رمضان ممكن نحل كتير مشاكل صحية نحن بنعاني منها، منها الضغط، الكوليسترول، حتى السكري فينا نضبطه، منها المشاكل الهضمية. فبالتالي أنا إذا تناولت وجبة إفطار صحية وجبة سحور صحية ممكن أطلع بعد شهر رمضان عم أتخلص من هاي الأمراض كلياتها بجسمي. طب خلينا نحكي عن النظام الصحي الصحيح من وجبة الإفطار لوجبة السحور، واليوم هيك نحن عم نحكي من باب الفقرة الصحية. يعني اليوم للأسف يعني موائد السوريين افتقدت لكثير من المواد الأساسية بسفرة رمضان، يعني فهيك بنتمنى ترجع أيام الزمان، أيام السكبة، أيام أنه أنت ما تفكري أصلا شو سعر هاي المادة اليوم اللي حابة تفطري فيها. فهيك لأنه بالحلقة الماضية صار شوية انتقادات انه نحن عم نحكي بموضوع نظام غذائي وانواع اطعمة ضمن صباحنا بوضع اقتصادي كتير صعب، ولكن نحن بنرجع بنقول نحن عم نحكي بفقرة صحية، فقرة التغذية بتم اجسامنا اكيد. مزبوط، راح نحاول هلا بالامثلة اللي نحكيها نراعي مثل ما حكيتي الوضع الاقتصادي اللي ممكن نحن ناخذ من المواد اللي متوفرة من دون ما يكون مثل ما حكينا كلفة اقتصادية كتير عالية. هلا الافطار بنبلش نحن دائما بنكسر الصيام بالافطار، وجبة الإفطار على طول بتمرة أو ثلاث تمرات مع كاسة مي، وهدول يعني نحاول إذا ما ثلاث تمرات تمرة على الأقل بوجبة الإفطار. ممكن نريح نحن بعد التمر، هلأ الأشخاص اللي بتعاني من مشاكل هضمية ممكن تضيف مع التمر كاسة لبن لحتى يعني تخفف من وجع المعدة والقرحة المعدية. بعد التمر وكاسة المي ممكن نريح لمدة ربع ساعة نقوم بالصلاة، وبعدها نبلش بتناول وجبة الإفطار، وهذا الشيء بيساعد معدتنا على أنها تتهيأ لاستقبال الطعام. وجبة الإفطار هلأ طبق شوربة ممكن يكون هو شوربة خضار، ممكن شوربة عدس، ممكن شوربة شعيرية مع بندورة، وكلياتهم تقريبا كلفتهم خفيفة ومتوفرين بشكل متاح جدا. مو ضروري أنه نستخدم الشوربات الجاهزة لأنه أساسا سيئة، من نحاول نستخدم يا نسبة يمكن دهون عالية وأملاح عالية، فبالتالي هي ما فيها هالفوائد الغذائية العالية، وكمان بتعطشنا خلال فترة بين الإفطار والسحور. فنحن بنعمل شوربات بالبيت، مو بالضرورة أنه نحط مرقة دجاج أو مرقة لحمة مع الشوربات، ممكن نحن نستخدم بهارات تعطي النكهة اللي نحن بنحتاجها بالشوربة وتزيد الشبع عنا. طبق السلطة ممكن كمان من الأشياء المتاحة، وممكن نستغني إذا الأشخاص ما بتحب أنه طبق السلطة أو الوجبة ما بتحوي سلطة، ممكن نكتفي بنوع أو نوعين من الخضار نقطعهم ويكونوا موجودين على السفرة. فنحن بلشنا بالطبق الشوربة ونبلش بعدها مباشرة بالطبق الرئيسي. مع طبق الشوربة أو السلطة ممكن ندخل نوع واحد من المقبلات مو أكثر، هو أساساً صحي بشكل أكثر لجسمنا عشان ما يكون في عنا أنواع كتير كبيرة. بالنسبة للطبق الرئيسي كتير مهم أنه يحوي على نشويات، مهم أنه يحوي على بروتين بالإضافة للألياف اللي ضفناها بالخضار. هلأ نشويات رح نحكي عن الأنواع المتوفرة، ممكن بطاطا، ممكن رز، وحتى برغل أو فريكة. ممكن الأشخاص تعملوا مفركة بطاطا وتضيف مقبالة الفول، بيحوي على نسبة بروتين عالية فبيزيد الشبع، فول مقلى وخاصة موجود بهاي الفترة. ممكن يكون عبارة عن سبانخ كمان بتحوي على كمية بروتين عالية، وهون أنا عم أستثني أنه نحن ضفنا الدجاج أو اللحمة، فنحن قادرين أنه ناخد وجبة إفطار متكاملة وتشبعنا غذائية تماماً وعناصر غذائية، ونضمن أنه هي تكون كلفة اقتصادية منيحة. ناسب. تمام، حكينا عن وضع الوجبات بتلائم الوضع الاقتصادي وبتفيد اجسامنا، ولكن بتضل في هيك حالة نفسية، يعني ليش الاكل الصحي ما هو مرغوب؟ يعني انت عم تحكي هدول الاكلات يمكن ما كثير بتحس الاشخاص انه هيك بتشبع يعني الحالة عندهم، مثلا غير لما ياكلوا اكل جاهز او ياكلوا اي اكل فيه دسم معين. شو السبب؟ هلا الدهون المشبعة اكيد هي بتزيد الشبع بفترتها مثل ما حكينا، بس هي بتزيد العضلات.
العطش وحتى بتزيد الجوع بعد فترة تناولها. الأكلات الصحية، نحن عم نحكي عن طبخ البيت، ما عم نحكي عن أكلات صحية بس مشوية وعبارة عن كمية صغيرة، عم نحكي عن طبخات البيت اللي حكينا، ممكن رز أو برغل بفول أو فول مقلى أو مفركة بطاطا، هي طبخات متوفرة بكل البيوت السورية، فنحن فينا نتناولها بس بكميات وطريقة طبخ صحية. وقتها بتكون وجبتنا متوازنة بتحوي مثل ما حكينا على كل هدول الأنواع، فسكر الدم بيرتفع بشكل تدريجي وبينخفض بشكل تدريجي. أما وقت بتكون عم ناخد وجبة جاهزة فيها كمية دهون عالية، فيها منكهات ومواد صناعية كثيرة، فسكر الدم بيرتفع بشكل مفاجئ جدا وبينخفض مباشرة بعد الوجبة. تمام، أنا غزل قصدي كنت عم بحكي يمكن عن الحالة النفسية، يمكن هي طريقة تعود، يوم يومين ثلاثة، فالشخص بصير بتقبل هاي الوجبات وبحبها وبيحس حاله عم يعني عم يشبع. مزبوط. هلا هو صراحة ما في شخص إنه بيتناول الوجبات الجاهزة بشكل يومي، بس هن بيستسيغوها، فينا ندخلها مرة بالأسبوع مشان ما نكون محرومين منها ونكون عم نستمتع بطبخ البيت. طيب خلينا نحكي غزل عن فترة الساعات لمدة السحور في المشروبات اللي هي كمان أساسية بشهر رمضان، إذا قلنا عرق سوس، النار، جلاب، تمر هندي. في ناس كتير يعني بهذا الشهر حتى لو ما نون صايمين بتلاقيهم أنه بيروحوا، ولكن هنون بيحوا كمان سكريات كتير كبيرة. خلينا نحكي عن آثارهم السلبية وبدائل، خلينا نروح دائما للبدائل الأرخص من الآخر يعني. تمام. هلأ مثل ما حكيتي المشروبات الرمضانية غنية جدا بالسكريات، وهي أساسا متوفرة بهذا الشهر، يعني هي ما رح تكون متوفرة ببقية أشهر السنة، قليلة جدا، فمغلط أنه نستمتع فيها، بس من نحاول نحافظ على كمية معينة. هلأ أغلب المشروبات الرمضانية فيها بين 150 ل 200 سعرة حرارية، فلهيك كتير كتير يعني هدون تقريباً صعب ساعة مشي حتى تقدر تحرقيهم أو أكثر أكثر شوي، بس هي تقريباً قد وجبة، يعني أنا إذا بأخذ وجبة متوازنة فهي بتكون بتشبعني أكثر، أما المشروبات الرمضانية ما بتزيد الشبع أبداً، بالعكس بتزيد الجوع عندي. نعم. هلأ نتناولها مو مع الوجبة، نتناولها بين الإفطار والسحور، بالإضافة أن تكون كميتها كتير قليلة، يعني فينا ناخذ 3/4 كوب من هاي المشروبات أو حتى العصائر الطبيعية، بس مو بشكل يومي، كل يومين أو الثالث. نعم. فما تكون موجودة على السفرة بشكل يومي. طيب قبل ما نختمها معك غزال، خلينا نقدم هيك نصائح سريعة للأشخاص كيف ممكن يتمتعوا بنظام صحي متوازن. نصائح بشهر رمضان. تمام. نبلش مثل ما حكينا وجبة الإفطار بشكل تدريجي، نستمتع بالمأكولات الرمضانية بس بكميات متوازنة، ما ناخذ كميات الحلو الموجودة برمضان أو المشروبات الرمضانية على وجبة السحور، وأهم شيء أن تكون وجبة السحور قبل النوم بساعة أو ساعتين على الأقل، وأكيد أكيد ما نلغي أي وجبة، وننتبه لكمية المي اللي عم نشربها وليس السوائل من عصائر أو مشروبات سخنة. المي كتير مهمة إنه نشربها بين الإفطار والسحور، بين 8 ل 10 كاسات مي، لأنه منلاحظ كتير أشخاص بيوصلوا لقبل الأذان وبيشربوا بين اللتر ولترين، وكأنه الجسم رح يخزنهم لوجبة الإفطار الثانية. طيب الرياضة أي ما تشبيه يعني قبل السحور، قبل السحور بعد الإفطار، ولا فينا قبل الإفطار بساعة وفينا بعد الإفطار بساعتين أو ثلاثة، بس كتير مهم نختار النوع اللي بيناسبنا. قبل الإفطار يفضل تمارين كتير خفيفة، بعد الإفطار فينا نعمل أي نوع كارديو أو حديد. شكرا غزال لحضورك اليوم وهيك لكل المعلومات اللي قدمتيها، إن شاء الله يكون هذا الشهر خفيف على أنفسنا وعلى جيبتنا وعلى أرواحنا، هيك جبران خاطر يكون لكل الناس. شكرا غزال، رمضان كريم، وإن شاء الله مثل ما حكينا صحة وعافية للجميع.